منتخب مصر زي ما حضراتكم عارفين امبارح تعادل مع منتخب الجزائر بهدف لكل فريق، لكن اكيد في رؤيه فنيه للمباراه وكلام عن الاداء والنتائج، واكيد هنتكلم كمان عن ضغوط لاعبي الاهلي الدوليين. خلينا بس نرحب في البدايه بكابتن عادل تعيمه نجم النادي الاهلي السابق. صباح الجمال، صباح النصر. صباح الخير، صباح الخير. مبسوطه ان احنا والله النهارده بنقول صباح النصر، وانا قلت جمله في بدايه الحلقه ولو حضرتك تتفق معايا فيها، قلت تعادل بطعم الفوز لمصر. ممكن نمشيها كده، تعادل بطعم الفوز؟ طبعا نمشيها كده طبعا، لانه الولاد الحقيقه ادوا اداء رجولي جدا امبارح، وقبل الاداء الرجولي كمان كان في جمهور 40,000 بيشجعوا تشجيع خرافي. ما سكتوش. روح جميله، روح جميله جدا، كنا مفتقدينها، احساس بالوطنيه واحساس بالانتماء، فده انعكس على اداء اللعيبه خاصه في الشوط الثاني. الشوط الاولاني يمكن كنا متلخبطين شويه برضه نتيجه التشكيل الغريب اللي الراجل بيلعب بيه، برضه مفيش فايده. التشكيل الغريب مصمم، بس قلنا يعني هو مصمم ان هو يعني كريم كان بيقول هيجي لنا هيعمل لنا حاجه كده، ف يعني هو قال انها بطوله تجريبيه فهنمشيها كده بكل ما تحمله من معنى، صح؟ خلينا ممكن طبعا كده. ممكن يعني لانه هو الحقيقه في حاجات مسلمات، يعني ما ينفعش ان انا اجرب مثلا ايمن اشرف في وسط الملعب، لا دي عدلته ولا وبعدين مروان برضه اكتر من مناسبه ما بيأديش، لسه ما فيش انسجام مع زمايله، وبعدين برضه بعض التغييرات. هو مروان حمدي عامه عليه كان بعض الكلام امبارح ناس معترضه شويه عن ان هو شارك في المباريات كلها وان هو يعني اساسي، يعني ما اعرفش هل ده ظلم لمروان ولا عدل، ناس زعلانه شويه ان محمد شريف مش يعني ما اعرفش، انا مش هقول رايي، هسيب حضرتك تتكلم. لا هو دايما زي اي سلعه في الدنيا، يعني هتلاقي يعني في لاعب بص تلاقيه امكانياته انه باستمرار يقدر يؤدي الاداء الدولي بشكل سهل جدا وبشكل وفي لاعب بيبقى مستواه ما بقصدش مروان طبعا، لكن هو ما اعرفش هو لسه مش منسجم، الى جانب برضه ما كانش موجود امبارح في وسط الملعب حد يوصل المهاجم للمرمى، كمان الاطراف بتوعنا ما كانوش بيتقدموا خاصه الشوط الاولاني لا اكرم ولا فتوح، فالحقيقه مش عايزين نظلمه، لكن برضه مصمم ان شريف بيلعبه ناحيه الجناح. احنا في الاهلي الراجل بيلعبه جناح واحنا بندافع، وبعدين واحنا بنهاجم بيبقى راس حرب. فدي يعني هي مش عايزه توصل له، فعايزين يعني نقول انه المنتخب مش حقل تجاره، لان انا ببني دايما على اللي فات. اللي فات ايه؟ انا عندي خبرات، وزي ما هو بيقول طالب تحاليل لكل لاعب كري قد ايه وشاط قد ايه والتحم قد ايه والحاجات دي كلها، لابد يبقى عندي برضه معلومات عن كل لاعب، بحيث ان انا لما اجي ادفع بلاعب في مسابقه المسابقه دي ابقى انا عارف ان نسبه نجاحه ما بتقلش عن 8.5 من 10، علشان ما يبقاش فيه نقد، والنقد ده بيتاثر فيه الجمهور وبيتاثر فيه اللعيبه. فالحقيقه انا مش عايز اقول برضو، لان حته ان انا بطعم الفوز يعني انا برضو ايه لازم شايف انها تو ماتش علينا يعني زياده؟ لا، التيم الجزائر عشان الناس كلها عارفه، وبرضو ما ينفعش ان احنا نبقى موجودين مع بعض. التيم الجزائر امبارح بيلعب بالرديف، ما بيلعبش غير 3 اساسيين بس، الجول وبين النجاح وبلاي. في 8 او 9 فعلا مش موجودين بس. لا ده في حوالي يمكن 12، يعني حتى الدكه والباقي رياض محرز طبعا ورفاقه. فامبارح بيلعب ب3 اساسيين والباقي كله رديف، يعني خط الظهر كله ولاد صغيرين. في وسط الملعب ما فيش غير بليله بس، والابراهيم يعني بيلعب على استحياء، وبنجاح بنجاح لعب الشوط الاولاني، الشوط الثاني لما اتعور طلع. فطبعا علشان دايما نبقى عندنا واحنا بنقيم نفسنا مهونت بنقيم نفسنا صح، بحيث ان احنا مش عايزين يعني نفرح زياده على حاجه. واحنا لما نقول بطعم الفوز ده مش فرح، بالعكس ده انا كنت لسه عايزه اروح اسال حضرتك عن هل احنا كنا نستحق
نتيجة أفضل من كده ولا لا؟ يعني طبعاً احنا بنلعب تقريبا ب 80% من قوام المنتخب الاساسي، يعني ما عندناش غير صلاح والنني واذا كان تريزيجيه هيرجع ومرموش، يعني عندنا اللي ناقص ثلاث اماكن بس، هم العكس، هم عندهم ثلاثه بيلعبوا والباقيين كلهم حتى المدير الفني مش موجود. يعني المدير الفني المدرب اللي شغال امبارح كان المفروض ان انا فعلا لازم اكسب امبارح، مش هتعادل واصعد بيه، وبعدين انا خايف من المغرب وخايف من الاردن برضو الكلام ده، ولادنا صغيرين لما بيسمعوه لا الكوره مش كده، الكوره عباره عن زي دايما بقول انا بذاكر كويس الفريق اللي انا بلعبه، بذاكره كويس قوي وبعرف انا شغال ازاي. انا فوجئت امبارح انه الجبهه الشمال فيها ايمن اشرف فتوح وشريف، فالثلاثه ما شاء الله يعني اخويا جدا. تيم الجزائر قوته كانت في الجبهه اليمين، يعني لو تلاحظ الشوط الاولاني كل الخطوره كانت من ناحيه اكرم، وحتى اكرم كان دايما بيقابل اثنين او ثلاثه ومفيش حد بيسانده، يعني لما نزل مصطفى فتحي ما بيدافعش، فكان اكرم باستمرار يعني ضغط، ربنا يعني ربنا يبارك له، يعني كان ولد في الحقيقه قمه الرجوله، عمل كل حاجة. فطبعا هو فتحي والسلية نجوم المباراة بكل المقاييس. يعني الحاجة برضو التانية اللي لازم الناس كلها عارفاها واللي احنا لازم نقولها من خلالك، الكرامبات الكتيرة اللي حصلت امبارح قرينا وسمعنا ان الراجل عمل حاجة غريبة جدا، ماتش السودان بعد المباراة مباشرة راح عمل تمرين بعد المباراة حتى للولاد اللي هم لعبوا. فطبعا انا بلعب مباراة في علم احتاج راحه بعدها على الاقل، في علم التدريب ده اقصى حمل، المباراه عباره عن اقصى حمل انا باخده، ايوه بشيل اكتر ثقل عليا بعد الحمل ده، اروح مديهم تمرين تاني. حضرتك شايف ان ده كان غلط تماما يعني، والدليل على كده كم اصابه امبارح، فتحي الكرامبات مرتين، اكرم طبعا ربنا ان شاء الله تكون اصابه بسيطه بالنسبه لايمن اشرف، حجازي شد، الى جانب برضو عمرو السولية برضو كان في برضو، بس متهيالي اللي لعب اساسي ما يعني ما اتمرنش، ده اللي انا المعلومه اللي عندي يعني، الباقي هو اللي ما شاركش اللي كان التمرين شارك فيه، ويمكن اكون معلومتي غلط بس ده اللي انا اعرفه. هو المراسل في يعني المجموعه اللي لعبت بشكل اساسي 90 دقيقه كامله ما اتمرنوش في التمرين اللي هو لاحق بعد كده المباراه، ده اللي انا اعرفه بس على كل حال. يعني المهم يعني المراسلين اللي موجودين هناك قالوا ان الراجل عمل تمرين للناس كلها. اوكي. فيجوز ان فعلا ده ما حصلش. والدليل على كده انه في فرق، انا هوند في المغرب مثلا الماتش اللي فات ما لعبش ولا واحد اساسي، لعب تيم تاني خالص. لانه عارف ان كل 48 ساعه في مباراه او كل 72 ساعه في مباراه. فلابد يبقى في عمليه استشفاء وراحه وروتيشن. المغرب عنده قوام فرقه والبدلاء ما بيقلوش عن بعض خالص يعني، فريح فرقته بالكامل، ازارو وبابانون كل الفرقه تقريبا خط الظهر بالكامل، المهاجمين بالكامل كلهم كان مريحهم، ولعب فرقه تانية خالص ماتش السعوديه. ده برضه فكر مدرب عامل حسابه انه في الربع النهائي هيقابل يعني عايز يوصل مصر بالظبط، عايز يوصل لابعد نقطه وولاده واقفين على رجليهم ما يكونوش تعبانين. منطقي جدا. فانا ماتش السودان ما كنتش المفروض ان انا العب بالقوام الاساسي بتاعي، يعني خط الظهر بتاعي، كان ممكن جدا ان انا اريحه، وانا خاصه ان احنا شفنا امبارح احمد ياسين امبارح كان كويس، ممكن الونش ماشي، باك رايت ممكن كان بدل اكرم كان يريح اكرم، يريح فتوح، ويبقى فيه نوع من بحيث ان ماتش الجزائر يبقى انا داخله وانا ما هو الناس قالت ماتش الجزائر البداية الحقيقية، فلازم ان انت يبقى عندك الفريق كامل، وبعدين ناس تانية تقول لك ما اديناش الاداء المتوقع، تيجي على الصعيد الاخر اللي هو الجزائر، يعني لو حضرتك تابعت هناك الاستوديوهات التحليلية المختلفة بيقولوا لا بالعكس مصر كانت الافضل يعني ولو حتى بفارق طفيف، فيعني انا لا تقييم أولاني. لا الشوط الاولاني لا الشوط الثاني، لكن الاستحواذ وغيره كان لصالح مصر. وحصلت حاجة برضه الى جانب انه الراجل الشوط الاولاني كانوا هم مسيطرين كل الخطوره تقريبا، احنا
ما رحناش تقريبا الجول الجزائر. لكن حصل حاجه كده برضو احنا ممكن نلاحظها بحكم الشغل، يعني ان في الباك ليفت حصل بينه وبين زميله بلايلي او البراهيمي كلاش. هو لسه صغير والبلايلي او ابراهيمي لعيب كبير يعني، فحصل بينهم مشده قبل الشوط الاولاني ما ينتهي. في غرفه الملابس اتوقع ان حصلت مشكله. ده توقع كابتن عادل، احنا ما نقولش معلومه. طب انا بتوقع بحكم ان انا بشتغل معلومه والدليل. طيب خلاص انا بس عايز اكد اقول لك يعني. الدليل ماشي، وانت شفتيه امبارح هما خرجوا للملعب بعد قد ايه؟ لا مش عارفه بعد قد ايه، متاخرين 5 دقائق. يعني الحكم فكان في مشاده في غرفه الملابس، كان في مشاده في الملعب الاول وكملت، مش عايز يلعب الكره السهله، هو ولد صغير مش عايز يلعب الكره السهله، مش عايز يديها له، فحصل بينهم كلاش. الكلاش ده جه على الكاميرا بحكم برضو الشغل في المهنه دي فتره طويله. حضرتك لاحظت؟ بلاحظ ان الولد الصغير متعالي شويه على زمايله، حتى نقطه ضعف واضحه جدا في اوضه اللبس، اتاخروا 5 دقائق، ودي عمرها ما بتحصل في البطولات اللي زي دي. يعني منتخب مصر نزل وفضل الحكم واقف مستنيهم، وبعدين هم نزلوا جري، لان التاخير ده يبقى المدرب العام مش مسيطر على الاوضه دي. ده توقع يجوز ان انا مخطئ، لكن بنسبه 70%، لان الاداء اختلف تماما الشوط الثاني. حصل هبوط، حصل عدم تركيز، تحس ان هم في حاجه غلط حصلت، اتشدوا شده مش كويسه. فده الى جانب ان هم طبعا مفيش شك بيلعبوا بالصف الثاني، وده كان اقدر لينا ان احنا الماتش دي كان الماتش ده كان المفروض ان احنا نلعبه بثقه اكتر من كده من البدايه. بس احنا حصل برضو ظروف عندنا، احنا ما بنلعب من غير قفشة وعندنا اصابتين حصلوا غير متوقعين تماما، يعني برضو ما هياش كانت الافضل لو هنتكلم في الظروف من اللي المنتخب المصري برضو يعني. هنا وهنا كان في حاجات او كان في دروبس. على كل حال احنا لسه حوارنا طويل مع حضرتك، بس عندنا فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم مع الكابتن عادل تعيمة. لسه كلامنا مستمر مع كابتن عادل طعيمة ومنتخب مصر. خليني بقى اروح لسؤال اخر واعرف راي حضرتك برضو. فكره هنا ان احنا بيبقى عندنا يعني او كراش حريص ان هو يزج بوجوه جديده للماتشات، ويمكن وجوه جديده مش دوليه، اول مره تشارك بشكل دولي، ده بتشوفه ازاي؟ لمصلحه اصلا المنتخب ام لا؟ ولو هو مش لمصلحه المنتخب طب كان المفروض الحل يتم ازاي؟ لا ما فيش شك ان مصلحه المنتخب انه يدفع بوجوه جديده، لان ده برضو بتبقى حاجه جيده، لانه في البطولات اللي زي دي ممكن هو يدفع بنجم او اثنين من الدوري المحلي، بحيث ان هو يشوف امكانياتهم على المستوى يشوف امكانياتهم في المباريات الحقيقيه يعني الاصليه، في المباريات اللي هي معقوله يعني. لكن دايما المنتخبات ما بتبقاش حقل تجاره. ايوه دايما ليه بيعملوا ناشئين منتخب اولمبي او شباب منتخب اولمبي؟ علشان التدرج ده يبقى اللعيبه اخذوا كم من الماتشات الدوليه، بحيث ان لما يطلع للفريق يؤهلهم بقى للمشاركه بشكل فعال، عنده من الخبرات ان هو بالنسبه للتكتيك، بالنسبه للتدريبات، بالنسبه للمقابله الجماهير، بالنسبه للتكتيك اللي بيلعب بيه اكتر من تكتيك بيلعب بيه في المباراه، كل الامور دي بيبقى اللعيب عنده كم من الخبرات 50 60 مباراه دوليه. فلما الفريق الاول بيجي ياخده او المنتخب الكروش لما يجي ياخد بحيث ان هو يستطيع انه يبقى نسبه نجاح اللاعب نسبه كبيره، ما يبقاش بيطلع يلعب ماتش وخلاص والموضوع ينتهي. فالامور دي طبعا بتبقى جيده، بس ما تبقاش بكثره كبيره، لان انت عندك قوام للمنتخب. لما اقول لحضرتك مثلا منتخب اسبانيا، منتخب بلجيكا، هتلاقي العناصر الاساسيه بتاعته موجوده. 4 5 سنين من كاس العالم هتلاقي منتخب بلجيكا هو منتخب انجلترا
هو طب كيروش كان يعمل ايه؟ ما ممكن برضو عشان الكلام يبقى فار، يعني دول فرق او منتخبات المدير الفني بتاعهم بقاله معاهم فتره طويله، كيروش لسه بقاله فتره صغيره، حتى ما اقدرش ان انا اقارنه ب يعني منتخب دوله عربيه، يعني هو حتى المغرب ما اقدرش اقارنه بيه، هو الراجل لسه جاي جديد، فطبيعي ان هو يجرب. ما يعني فكره، هو عمله كام معسكر؟ ثلاث معسكرات تقريبا، تقريبا ثلاث معسكرات مش اكتر. فانا بتكلم ان هو يعمل ايه؟ طب ما هو الوقت مزنوق، هو عايز يجرب، قدامه بطولات لسه، يمكن كاس العرب ده دلوقتي احنا اللي بنتكلم الفرصه الوحيده اللي قدامه عشان يكتشف المواهب الموجوده. انا بتكلم بتفكير او بلسان كيروش، الحل من وجهه نظر حضرتك الافضل كان يبقى ازاي؟ هو دايما المدرب اللي بيدرب منتخب بحجم اسم مصر يبقى عنده من الخبرات انه يقدر يستوعب اللعيبه بسرعه ويعرف يقيم اللعيبه بسرعه. ناخد مثال صغير، اتفضل. تشيلسي جابوا مدرب في نص الدوري، عمل ايه؟ خد بطوله اوروبا. لما دخل على الفرقه ده راجل الماني، توخيل اظن، اول ما دخل على الفريق تشيلسي الفريق اتغير تماما، ومع على الرغم ان طبعا فريق تشيلسي عدد محدود بعكس منتخب مصر عنده كم، يعني احنا عندنا في اللعيبه الدوليين الموجودين في مصر لعيبه كتير جدا، هو ما خدهمش ليه؟ ليه وجهه نظر. وجهه النظر دي ما تنفعش في منظومه بحجم اسم مصر، ما ينفعش. بس الوقت مختلف، يعني المقارنه ممكن تبقى شويه انفير، لان انا ما عنديش وقت ان انا اجرب ماتشات ومعسكرات وحاجات زي كده، انا مضغوط، يعني برضو انا مش بدافع، انا بس بحاول يعني ابقى فير في طرحي للصوره. فكان امتى ممكن من الوقت اللي يسمح له ان هو يعمل حاجه زي كده، ان هو حتى يقرا لعيبه في وقت قصير؟ وطبعا يعني انا معاك في الموضوع ده، ممكن يكون معذور، وبرضه ده منتخبه، ده نادي، يعني معلش انا مش بقاطع حضرتك، بس لا ما هو ده بنادي بيبقى اصعب. لان انا لو رايح على المنتخب انا عندي كم من اللعيبه، عندي مش اقل من 40 لعيب اصلا دوليين بقالهم فتره كبيره. يعني حضرتك بتتكلم ان انا ما اروحش بقى لوجوه جديده، خلاص انت عندك دول اللي تاخدهم، هم دول اللي بيتوصى بيهم. برافو يعني عليك. بس انا برضو ايه، مش عايز امنع حته ان انا وجوه جديده ما ادفعش بيها، لا بالظبط. انا عندي نجمين او ولدين ماشيين كويس قوي في الدوري، ادفع بيهم، بس ادفع بيهم مش اساسيين، ادي لهم في مراحل، عشان ولاده النجم عمليه كبيره جدا. فانا مثلا احمد رفعت عنده مقومات اللاعب الدولي، انا بقول كده ان الولد ده ممكن لو اخذ ماتشات هيبقى من اللعيبه الجيدين جدا، فانا اخذ احمد رفعت، اخذ مصطفى فتحي برضه من العناصر اللي هي ممكن يبقى دول العنصرين دول كفايه. مع عندي 40 لعيب اصلا عندهم كم من الماتشات الدوليه، 60 ماتش و70 ماتش دولي. مفيش حقل تجارب لمنتخب، انا كروش عنده خبرات رائعه جدا، وتولى تدريب فرق كتيره جدا. وعنده سي في عالي جدا. ما ينفعش ان انا اجي اجرب، ما ينفعش ان انا اجي اجرب في منتخب مصر. انا عندي القوام، والقوام ده لازم ان انا ادفع بيه مع زي ما انت تفضلتي ده. يبقى عندي عنصرين ثلاثه بدفع بيهم، وزي ما احنا قلنا دايما الخبرات مع خبرات وشباب مع الشباب، فالثلاث عناصر دول اللي بيتكون منهم المنتخب. عنده العذر، انا هنقول عنده العذر، بس ارجو ان احنا لما نخش على امم افريقيا ونخش على الماتشين اللي بيودونا كاس عالم، يبقى انا وانت كده ماشيين في الشارع او قاعدين في قدام التلفزيون عارفين منتخب مصر من اول الجول لحد رقم 18. انا اعتقد ده هيحصل، لان تاني الكاس العرب يعني هو خلينا نقول مش حقل تجارب، ولكن هي يعني بطوله كده مش هنسميها برضو وديه، على قد ما هي لسه فيها اكتشاف. لكن وعلى فكره هو قال التصريحات دي كابتن عادل، اللي هو كان بيتكلم ان انا بطوله عايزها، ولكن في نفس الوقت انا لازم اشوف كل العناصر بتاعتي. وكمان لو حضرتك تتفق معايا، هو من اول ما جه اصلا هو ليه دماغه، يعني فكره في حضرتك لو تتذكر في البدايه لما لم يدفع بمحمد شريف وقفشه في البدايه، هو كان له وجهه نظر، مصر كلها والناس كلها كانت انت بتعمل كده ليه؟ هو كان ليه وجهه نظر معينه، احنا ممكن نكون القراءات الصغيره دي مش واصله لنا او واصله للبعض بشكل مختلف، ولكن ما زلنا بنتكلم ان طبعا لما نيجي بعد كده بقى نتكلم عن افريقيا الوضع هيختلف، بس مسموح ليه دلوقتي ان هو يعمل كده؟ يعني دي وجهه نظر برضو مطروحه. يعني
طبعا هو احنا لا يمكن نتدخل في شغله، يعني احنا دولة بتحترم تعاملاتها مع المدير الفني، هو ليه وجهة نظره، بس لابد ان احنا معاكي نقول وجهة نظر. احنا عايزين نفهم بس، نقول وجهة نظر ايوه، علشان ما يتقالش ان احنا كنا بنطلع نقول اي كلام، لا بنقول وجهة النظر. انت مدير فني لمنتخب مصر، العناصر اللي انت بتاخدها يبقى عندها الخبرات، لاننا مالناش حقل تجارب، الى جانب ان احنا الى الان ما لعبناش ولا ماتش قوي، يعني الجابون، ليبيا، انجولا، السودان، لبنان، رديف الجزائر، ما لعبناش ولا ماتش قوي. قوي بتقصد حضرتك ادائنا قوي على الملعب ولا ماتش قوي بمعنى ان الفريق المنافس فريق قوي؟ برافو عليك. لا الفريق المنافس مع احترامنا ليهم كلهم، لبنان والسودان احنا شفنا الاداء، مش الاداء مش تيم بحجم مثلا السنغال ولا بحجم مالي ولا بحجم المغرب، يعني ولا بحجم الجزائر، فل بالفريق الاساسي، الفريق كبير. بنقول الكلام ده ليه؟ بننور للناس، يا اخوانا خد بالك، علشان عايزين نروح كاس عالم في قطر 2022، من فضلكم بننور، بس ان احنا مش بننقد ولا بنقول حاجه، بنقول احنا عايزين العناصر الرئيسيه بتاعتنا بقوتها تبقى متواجده. ما ينفعش ان انا داخل البطوله العربيه اللي في انديه كتيره جدا رايحه من غير المدير الفني ومن غير القوام الاساسي، السعوديه. طب انا برضو ما بلعبش بكامل قوتي يا كابتن عادل، انا بلعب ب60 تقريبا في المية، يعني ما انا مش يعني خلينا برضو ما ننتقدش. بنلعب ب 75%، احنا لا ينقصنا غير مين؟ محمد صلاح. ما هو ده قليل، ماشي كمل، انا معاك. لا ما هو في ناس، ما انا معاك، بس معلش انا عندي برضو ظروف وعندي ضغط وعندي لعبه دوليه وعندي غيابات وعندي اصابات، ما انا برضو معلش انا مش بكامل قوتي، يعني اما ابقى اجي اقيم نفسي مع الناس اللي انا بديها برضو تقييمات اللي هي لها اعذار، يعني لو حضرتك تتفق معايا. هل الاصابات هل الاصابات مش نتيجه تحملات ماتشات ورا بعض، ولا نتيجه ان اللعيبه يعني ما نتيجه ان هناك اخطاء في التشكيل والاصرار على ان انا مثلا بلعب ايمن اشرف 3 ماتشات ورا بعض، والنادي الاهلي مش هيتاثر ومنتخب مصر هيتاثر؟ يعني من النهارده لا قدر الله لو ايمن اشرف جزع، بيقولوا جزع في الرباط الداخلي، ده مش هياثر في النهائي؟ ما انا بلعب طبعا مش بلعبتي الاساسيه برضو، يعني طب مين اللي الاصابه دي جات له ازاي؟ حضرتك بتتكلم على التدريبات يعني ولا ايه؟ على ان انا ما بريحتوش، يعني كان ممكن جدا ان انا وبلعبه في غير مركزه، فانا الحاجات دي هتاثر على منتخب مصر في الماتشات المهمه اللي جايه في امم افريقيا وفي كاس عالم، وهياثر على النادي الاهلي في البطولات اللي هو داخل فيها برضو. في عندك سوبر وعندك ماتشات مهمه جدا، وعندك كاس عالم انديه. اكيد حجازي نفس القصة، شد في الخلفية، عمرك شفت حجازي ما أنا كان عندي تقريبا 7 غيابات. الإصابات دي يعني الإصابات دي نتيجة إن اللعيب بيسهر أو مثلا ماشي غلط، ولا نتيجة أحمال غلط، نتيجة إن ماتشات كتيرة غلط. فأنا كان ممكن جدا أريح الناس دي وأدفع بوجوه جديدة أو بدفع بناس جديدة. إمبارح لما حجازي طلع ولاعب عنصر آخر أحمد ياسين كان كويس. انا ما بقتش فاهمه حضرتك، مع الوجوه الجديده ولا ضد الوجوه الجديده؟ يعني عايزين تشكيل ثابت ولا عايزين وجوه جديده؟ انا بقول في المرحله دي انا تهت والله العظيم. طب معلش هنختم بالشرح الجزئيه دي. والله انا كلامي واضح جدا. معلش، هو الدفع باحمد ياسين هو في المرحله دي هو ما عندوش غير دول. انت ما خدتش ناس موجودين قلب دفاع كتير جدا موجودين، ما خدتهمش معاه. فانا بقول على الحته دي انت دفع باحمد ياسين امبارح، طب ما كان ممكن جدا برضه يبقى معاه مع احمد ياسين في ناس ثانيه عندهم الخبرات. تمام. علي جبر، في ايمن منصور، احمد ايمن منصور، في اكثر من عنصر. انا بتكلم على المرحله دي، الدفع بالوجوه الجديده بتبقى عنصر او عنصرين زي اي تيم في العالم. تمام، يا حضرتك بتتكلم نعمل ده بس باعداد محدوده مش باعداد كبيره. باعداد كبيره. ده ماشي. انا مع حضرتك، اي منتخب في العالم هتلاقي العناصر بتاعته كلها ثابته معروفه، والدفع بيبقى باثنين او ثلاثه. تمام. من النجوم. واكيد بيتوقف على الاصابات والغيابات اللي بتكون انت في كل منتخب. انا كده كلامي يتوه؟ ما يتوهش، لان انا بدفع بوجوه، بس الوجوه ديت
بدفع بيها في الوقت المناسب، وبعدين انا بريح. ايوه خلاص، حضرتك بتتكلم على عدد محدود، يعني هي دي او ده العدد المحدود الفارق اللي هو رايح بيه. تمام كابتن عادل، الوقت والله لازم نطلع ننهي خالص علشان الاذان. نورتنا بجد حقيقي، ونشوف حضراتكم بقى الاسبوع الجاي انا وكريم باذن الله، و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.